أهلا وسهلا بالجميع، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من قليلين، موصلين معكم حتى للستة متاع العشية. حالة وفاة ثانية في ظرف أسبوع داخل السجون الإيطالية. الحادثة هذه صارت في سجن مونزا في إيطاليا، كما قلت اعتبر الحادثة الثانية خلال أسبوع. أعلن عليها ناشط السياسي والحقوقي مجدي الكرباعي اللي هو معنا مباشرة. أهلا وسهلا مجدي، مرحبا، شنحوالك؟ حسنا، مرحبا بك ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين. مرحبا مجدي الكرباعي، كالعادة متابع للأخبار التوانسة خاصة في إيطاليا في ظل، خلينا نقوله، الأيامات الأخيرة ولا في المدة الأخيرة مجدي، ارتفاع عدد التوانسة اللي قاعدين يجتازوا في الحدود في إطار الهجرة غير النظامية. حتى الأرقام اللي جينا يعني بالنسبة للتوانسة اللي وصلوا أرقام كبيرة وكبيرة جدا، قبل الخوض في تفاصيل حالة الوفاة مجدي. صحيح، هو معني مقارنة بالسنة الفارطة تعتبر يعني السنة هذه الأرقام خاصة في هذه المدة مرتفعة. وصلنا تقريبا إلى 9000 توسي قدموا معناها مؤخرا. هناك يعني 600 مهاجر غير نظامي اليوم دخلوا معناها لإيطاليا، وبالتالي الأرقام في ارتفاع. نرجع للتوانسة، التوانسة منذ جان في 2022 إلى غاية 11 أوت 2022 هناك يعني قرابة 9000 تونسي حسب ما أعطت الأرقام وزارة الداخلية. ونذكر باللي كون في ظرف أسبوع وصل إلى إيطاليا تقريبا 1000 تونسي يعني في ظرف في جمعة معناتها في أسبوع 1000 واحد معناتها يعني في جمعة تقريبا 1000 واحد وصل إلى إيطاليا. ظروف داخل معناها مركز الإيواء في لامبادوزا معناها ظروف صعبة جدا بحكم اللي كون المركز يرتفع كان المركز يسعى إلى 300 شخص. اليوم نشوفوا باللي كونوا هناك أكثر من 600 شخص موجودين، يعني 200 أكثر من 200% من طاقة الاستيعاب نتاعو، معناتها دونك بظروف صعبة جدا تقريبا يعني ضعف معنى طاقة الاستيعاب. هذا ما يجب أن يخلي كذلك السلطات الإيطالية تحاول أنها تجد حلول جذرية فيما يخص يعني إفراغ المركز هدايا، ومع رفض كذلك إلى بعض معناها المخاطعات كما تحت كامبانيا استقبال المهاجرين. أزمة المهاجرين بدأت اليوم تأخذ منعرج آخر وهي المنعرج السياسي بحكم اللي كونه في إيطاليا يوم 25 سبتمبر باش تكون الانتخابات. وهناك يعني عديد من الأطراف السياسية اللي قاعدة معناها تستغل في الموضوع هذا من أجل كسب الأصوات ومن أجل كذلك يعني القيام بحملتها الانتخابية. طبعا هو باش يستغلوا الملف هذا في إطار الحملات الانتخابية، هو موضوع سياسي بامتياز، هذا من المؤكد. معناتها استنسنا احنا، ولو انه هو الحقيقة معناتها كي نجيو نحطوا الأمور في إطاره هو موضوع إنساني بحت، لكن مع الأسف معناتها في خلينا نقولوا التجربة يعني في السياسة، وأكيد هذا باش نشوفوه في إطار الحملات الانتخابية اللي باش تكون موجودة في إيطاليا في ظل الظروف الصعيبة اللي قاعدين نلقاو فيها يعني كل المهاجرين غير النظاميين، ونحكيو خصيصا على التوانسة. أعلنت مجدي الكرباعي عن وفاة شاب تونسي 24 سنة داخل سجن مونزا هكا في إيطاليا، وتعتبر الحالة الثانية مجدي في خلال أسبوع. هذه تعتبر الحالة الثانية خلال أسبوع بحكم اللي كونه يوم 3 أوت معناها سجلنا وفاة شاب تونسي آخر في سجن أسكولي بيتشيني في مقاطعة لماركي. البارح يعني وفاة كذلك شاب تونسي ثاني في ظرف أسبوع يبلغ من العمر معناها 24 سنة، مازال معناها في مختبر العمر، كان يعدي في عقوبة سجنية، واللي المفروض حسب ما أقر به الضامن الوطني لحقوق المحتجزين والموقوفين في إيطاليا واللي هذا
يطبع وزارة العدل الإيطالية يجيب اللي كونه كان المفروض في أبريل 2022 كانت تنتهي مدة معناها السجن نتاعه وكان بشهر، لكن امبارح معناها فجر معناها السجن هذايا وفاة هذا الشاب غالبا معناها حسب التقارير الأولية يقولوا باللي كونه انتحار، هذا تبع الحال متوقف على مدى يعني قابلية الأهل أهل الشاب هذايا إلى مطالبة بفتح تحقيق وضروري مش نعرفوا الأسباب الرئيسية للوفاة. هو على السلطات التونسية تتحرك تحل تحقيق، معناتها مش بالضرورة معناتها فقط عائلة الشاب، مش هكا مجدي كرباعي يظهر لي على السلطات التونسية المفروض القنصلية التونسية تتحرك ومعناتها تطالب بفتح تحقيق لمعرفة هذه الثانية وفاة خلال أسبوع، معناتها مش بالضرورة تكون الثانية، من أولى معناتها حالة وفاة منطقي جدا أنه يتحل تحقيق نعرفه، ما ناخذوش حاجة مسلمة، معناتها أكيد يلزم تقارير طبية تخرج ونعرفوا كيفاش توفى، ما بريتو مواطن تونسي معناتها هذه. صحيح هي الحالة لحالة الوفاة الثانية خلال أسبوع، وكذلك حالة الوفاة الثالثة خلال السنة هذه 2022، مع العلم أنه هناك 51 51 حالة وفاة وانتحار داخل السجون الإيطالية خلال السنة هذه 2022. للأسف حالات الانتحار هذه تكررت لأنه هناك تقارير حقوقية، وكذلك هناك يعني فهمتني مجتمع مدني هنا في إيطاليا معناها ناشط، معناها ناشط كثير معناها خاصة في أمور السجون، ويعتبر أن السجون هذه معناها تعيش فترة أو تعيش معناها في أزمة، لأنه غياب الإحاطة الاجتماعية غياب الإحاطة النفسية يخلي اليوم السجناء هذوما يقدموا على الانتحار. ناهيك على هذه الوضعية في تونس، ناهيك على الوضعية في تونس بصفة عامة، لأنه للأسف عندنا وزارة اسمها وزارة الخارجية والهجرة والتنسيق بالخارج، لكن لم نشاهد أي برنامج أو معناها هياكل اليوم تشتغل على الهجرة والتنسيق بالخارج. كما كنا نحكيه الهجرة يعني اليوم في أوجها، أرقام كبيرة الحقيقة، معناها أرقام كبيرة سنوي، يعني السنة اللي فاتت سنة الفاتت 15,000 تونسي يعني وصل إلى إيطاليا، السنة هذه معناها ما زلنا في شهر أوت ووصلنا تقريبا ل 9,000. هذه الأرقام لا أعرف إلى اليوم معناها فهمتي هي لا معناها ما تشكلش حتى هلا أصبحت مجرد أرقام يعني تتعامل مجرد إحصائيات ناخذوا فيها، معناتها قداش وصلوا ها 2000 ها 3000 ها 4000 ها زادت ها ونقصت، تعامل يعني أصبح مع أرقام فقط معناها. والمفقودين والمتوفين واللي في السجون واللي في مراكز الحجز والترحيل، وزارة الخارجية التونسية وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم أتحدى أنها تكون عندها أرقام أو أنها قادرة تعطي معناها فهمتني في تقاريرها السنوية هالأرقام تعطينا قديش من تونسي موجود في مراكز الحجز والترحيل، قديش من تونسي موجود في السجون، قديش من تونسي تم ترحيله، قديش من تونسي وصل إلى إيطاليا، قديش من قاصر القصر هجرة القصر أقل من 18 سنة. يعني حسب الأرقام السلطات الإيطالية إلى غاية 30 مجموعة هناك أكثر من 1100 تونسي قاصر أقل من 18 سنة، معناه انقطعوا على الدراسة وجاءوا إلى إيطاليا. يعني هناك غياب تام، خلينا نكون صريحين، غياب تام للدولة التونسية سواء كان في أجهزتها أو كذلك في متابعة هذه الظاهرة هذه. للأسف يعني احنا تونس في الخارج هناك يعني حسب تقرير البنك المركزي فهمنا في معناها حسب معناها الفلوس اللي نحولوا فيها في 1.19 مليار دولار تم يعني تحويل الأموال هذه إلى تونس. اليوم نحب نعرف فلوس هذه اللي هي تدخل بالعملة الصعبة كيفاش الدولة اليوم تتصرف فيها. صحيح قاعدة تخلص في معناها فهمتني في البواخر اللي نتاع الزيت والسكر والقمح والشعير اللي قاعدة تخلص فيها بالعملة الصعبة، لكن كذلك محتاجين إلى إحاطة نفسية اجتماعية
معناها اللي بتواف الموجود لهنا موجودين لهنا في 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 الخارج لأبنائهم غير المعقول إن نسمعوا معناها حالات كي من هكا والدولة لا تتحرك. من غير معقول إن أنا فهمتي ظاهرة كما ظهرت الهجرة يعني شباب نقرأ اليوم معناها في تقرير مركز معناها الوطني للهجرة يقول باللي كونه ارتفاع كذلك في نسبة معناها المهاجرين في سنة الإناث. يعني اليوم الهجرة ما عادش حكر ما عادش حكرة كان على الشباب ولا جنس الذكور معناتها ولات يعني نساء وأصبحت نساء شباب كهول يعني حتى شيوخ ولا يجيو إلى معناها فهمتي ويحقوا وإلى اليوم عنا مسؤولين يحكونا في حكايات أخرى لا علاقة لها بالواقع متاعنا ولا لا علاقة لها معناها فهمتي بالمآسي بالمآسي وبالمشاكل اللي نعيشوا فيها. يا سيدي احنا غلطنا وعشرية وكذا ما تغلطوش الغلطة اللي غلطناها احنا حاول تقربوا للشعب هاي ثم معلومات هاي ثم تقارير هاي ثم صحافة تخدم هاو مجتمع مدني يخدم. علاش الإرادة السياسية غايبة تماما؟ علاش اليوم اللي يجي معناها شباب كانوا ملحقين اجتماعيين أو قناصلة أو سفراء في الخارج ما همش قايمين بواجبهم نحو الألواح والا فكروا في كانت هالوزاره هذه حطوا معناها فهمتني استراتيجيه عند معهد معناها معهد الدراسات الاستراتيجيه اللي تم تعيين معناها مدير عام نتاعو في 2017 الى اليوم علاش ما يتناولش هالظاهره هذه ماذا يرت ما هي الاستراتيجيه سرتو سرتو مؤخرا معناتها مجدي الكربيعي نشوفوا الحقيقه معناتها في حتى لمواقع التواصل الاجتماعي ناس تتحدث على ارتفاع مهول والارقام تؤكد هذا ارقام التوانسه اللي قاعدين يجتازوا في الحدود في اطار الهجره غير النظاميه من كل الفئات العمريه ومن كلا الجنسين يعني هذا مؤكد اي مع العلم انه هذا البرك اللي قاعدين يوصلوا معناها الى لامبيدوزا معناها ما ننساوش اللي ثم المفقودين وثم واللي يحرق الفيزا واللي يجيو عن طريق البلقان معناها فهمتني صربيا ثم يدخلوا الى اوروبا واللي يجوا عن طريق المغرب سلتهم مليله ويدخلوا عن طريق اسبانيا يعني هي ارقام معناها في ارتفاع معناها مقارنه بالسنوات الفارطه ارقام في ارتفاع يعني اليوم الارقام هذه المفزعه وفي ظل صمت كامل للحكومة الصامتة هذه يعني ما فهمتش أنا وقتش باش تتحرك ولا وقتش باش تحكي معنا وتفهمنا وإلا تفسر لنا شنو بالضبط قادرة أنها تعمل لمعناها لإيقاف هالنزيف هذا. واضح يعطيك الصحة مجدي كربيعي أكيد تو في محطات قادمة تو نزيدو نحكيو معناتها بحكم الوقت تو في محطات قادمة أكيد وأنت ديما يعني تلبي الدعوة يعطيك الصحة شكرا ليك مجدي كربيعي على رحابة الصدر وعلى كل هذه التفاصيل الناشطة السياسي والحقوقي مجدي الكربيعي كنتم معنا مباشرة من إيطاليا حكينا على موضوع وفاة ثاني شاب تونسي خلال أسبوع في السجون الإيطالية. مازلنا مواصلين معكم في قايلين شوي آخر مشيو الأجواء المهرجانات الصيفية أيضا اللي ديما عندها نسيب معنا في قايلين راجعين بعد الموسيقى.